واحنا قاعدين في البيت عادي سمعنا صوت عركه جامده خالص على السطح، فطلعنا نشوف ايه، بنبص لقينا الكلب ريكس زي ما يكون بيدور على حاجه وبيجري ورا حاجه، والقطط اختفت مره واحده. تعالوا نشوف ايه السبب. واكتشفنا ان ده كان هجوم الحيوان ابن عرس على الدواجن بتاعتنا، وخاصة كان عاوز ياكل المواليد الصغيرة بتاعت الارانب، وده كان ممكن يبقى خسارة جامدة جدا على الدواجن بتاعتنا. والحمد لله بفضل ربنا وبفضل القط سمسم والكلب ريكس، الحيوان ابن عرس ما قدرش يخش عند الدواجن، والحمد لله العملية فشلت. في الحقيقة ان حيوان ابن عرس لو شفته في فيديوهات قبل كده كان سبب لنا خسائر كبيرة جدا في الدواجن بتاعتنا، وكان بيفترس المواليد، بس الحمد لله المرة دي القط والكلب منعوه، والحمد لله ربنا ستر. وريكس وسمسم قاعدين يتعاركوا مع العرس على السطح، ومشمش باشا قاعد على الشباك بيتهوى في الطراوة وملهوش دعوة بأي حاجة. طبعا القط يا جماعة اللي عذره لأنكم عارفين إن هو قط صغير لسه. وده السبب اللي خلى العرسة تيجي عندنا على السطح، المولود الصغير ده طلع وقعد يطلع صوت ويصوت عشان أمه تنقذه، والعرسة سمعته وكانت عاوزة تفترسه. وده الصندوق اللي احنا زارعين فيه نبات البوطس الذي يأمل ان هو يعني يكبر بإذن الله ويتسلق الجدار ده ويغطي التندة انت شايفينها ديت، ويدي مظهر جميل جدا لانه نبات رائع. انا بحب شخصيا النبات ده. في الحقيقة ان صندوق البوطس ده انقذني من مشكلة كبيرة جدا. لما حصل عندي مشكلة في ديدان الارض اكتشفت ان الصندوق ده فيه كميات كبيرة جدا من ديدان الارض الريد ويجلر وتايجر وورم الخاصة بصناعة الفيرمي، وفي الحقيقة انا بدأت انميه وحطيت له بواقي خضار كتير جدا زي ما انتم شايفين، بعض حبات البطاطا والبطاطس كميات، وهنا وعلى حبة البطاطس نفسها، أم عبد الرحمن ربنا جزاها خير كانت مجمعة لي شوية بواقي قشور بطاطس على خضر حطيتها تحت البلاطة دي. تعالوا بصوا كده المنظر تحت، كميات دود مهولة. وهنا برضو وعايشين متألفين جدا مع نبات البوطس. طبعا احنا عارفين نبات البوطس في الشتاء في فصل الشتاء نموه بيبقى ضعيف جدا. البط بتاعنا اتعلم ان هنا المكان ده موجود فيه الدود الابيض زي ما انتم شايفين، البطه دي كانت راقده على البيض فتحت لها الباب انطلقت للبحث عن الدود الابيض والتهامه، ووقع منه كميات كبيره جدا في الارض، فانا سعيد جدا ان بتنقيه هوريكم. في الحقيقة مش هي المستفيد الوحيد من الدود الأبيض، ولكن النمل برضه بياخد حقه وبياخد الوجبة بتاعته.
انا الصبح بدري قمت بتجميع ال فعلا انا الصبح بدري قمت بتجميع الدود اللي كان متواجد جوه الجردل وضفته لدجاج البيض بتاعه. وانا في الحقيقه قمت زي ما انتم شايفين انا قمت بدري قوي جمعت الدود من تحت الجردل وضفته لدجاج البيض كميات كبيره جدا من الدود الابيض. تجربة عن استنبات الشعير في مزارع ديدان الأرض. قمت بنقع مجموعة من بذور الشعير ووضعهم في مزارع الدود بتاعتي وتغطيتهم بطبقة من التراب. بدأ الشعير فعلا في الإنبات. النهارده بقى هقوم بكشف الغطا من عليه وهسيبه وهنشوفه نتيجة الإنبات بتاعه وسرعة النمو، وهل هنقدر نحصل منه على مجموع خضري يقدر يغذي الدواجن بتاعتنا ولا لأ؟ وهنشوفه كمان ارتفاع يعني نبات الشعير ده هيوصل لارتفاع قد ايه، وهل تربية الشعير في مزارع الدود هيأثر على الدود نفسه بالسلب او بالايجاب، وهل انبات الشعير في مزارع الدود هيأثر على الشعير ايضا بالسلب ولا بالايجاب. بسم الله المسكينة بس 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 بسم الله ما شاء الله عليك. هي الحالة دي غالبا بتبقى أثناء الرضاعة، بيبقى الابن متمسك أو الطفل الأرنب أو بيبي الأرنب أو الأرنب الصغير بيبقى متمسك بالحلمة والأم بتطلع فبيطلع معاه، بس هو في السن ده بيبقى قوي. تعالوا نبص على أولاد أهدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تقريبا الام اكلت القش كله، هنضيف لها مجموعه من القش جديد ونظبط لها العش بتاعها تاني باذن الله. زي ما قلت لكم دايما ان ارنب الزؤزؤ ما يقدرش يعيش بدون قش او بدون الياف، بدون الياف بيصاب بالامراض. صغار المكعور ده ظريف قوي. لازم يتحط له كميات كبيره من القش يقوم بارضه، والا يصاب بامراض ما يقدرش يعيش على العلف بس. زورو زورو بياكل الدود، عايز ادخله. تعالى يا اليكسو. يلا زورو. يلا شش شش جو جوه. ريكسو تعال تعال.